عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة عمرها ما فشلت في ان هي تفتح نفسك على الاكل. الوصفة اللي لو انت ماشي كده في الشارع تعرفها من ريحتها. ريحتها عمرها ما بتتكرر مع اي اكلة تانية. النهاردة عندنا اكلة يعني هي من بساطتها ومن سهولتها انا ممكن احكي لكم عليها دلوقتي ومش محتاجين نعملها. بس ايه؟ تعالوا نشوف كده واحنا بنعملها سوا وتعالوا نعرف ايه هي. الوصفة النهاردة بتنجان بالبطاطس والصدق. بس خلاص. اول حاجه هنبتدي بيها صدق. هننزل بكده ايه بمعلقتين زيت او معلقه زيت. ننزل بقى بصدق نديله كده ايه هنديله ايه لفه في الطاسه. بمعنى صح هنشوحه نسويه لفه كده في شويه زيت حلوين. صدق بقى صدق اسكندراني. خلاص كده اهو بصوا خد نفس اللون على كل الجناب اهو تمام. وبقى حاجه ايه عرايس عرايس مش صدق. هنطلعهم بقى كده ونشيلهم على جنب عشان نبتدي نحضر في البتنجان والبطاطس. الصدق طلعناه استوى وخد وش حلو كده واتشال على جنب عشان يرتاح. هنشتغل دلوقتي على البتنجان. البتنجان احنا قطعناه مكعبات ورشينا عليه شويه ملح والملح هنزل الميه اللي في البتنجان وبعد كده خد شطفه في السريع. والبطاطس اتقطعناها برده مكعبات قد البتنجان نزل في ميه بخل. ودلوقتي الاثنين مع بعض هينزلوا زيت يتقلوا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي البتنجان بقى يعني اخر فلل حاجه فل خالص وريحته عبقت الدنيا واحلى ريحه ممكن نشمها. ننزله كده بقى واحده واحده. هننزل بقى دلوقتي ايه بالبطاطس نحمره. بص وصفه ما فيهاش اصلا يعني ما فيهاش وصفه اصلا يعني. نحمر شويه البطاطس. طلع بقى كده ايه البطاطس ونسيبها تتصفى كده وترتاح شويه. مش ترتاح قوي يعني عايزينها سخنه برده. دلوقتي بقى هنعمل التتبيله بس هنعملها في البرطمان ده. ليه؟ عشان خاطر اقفل. انا بحب اعملها كده احط الحاجه فيها واروح جاي اقفل بالغطا واروح جاي ايه عامل كده ندخل الدنيا في بعضها. تعالوا بقى نشوف ايه التتبيله. اول هنحط شويه ملح اهو شويه ملح حلوين كده مع شويه فلفل. عايز يحط شطه براحتك يعني برضو ايه البتنجان يحب الشطه. عندنا ايه شويه توم مفروم. طب ما فيش بتنجان غير توم مفروم. شوية كزبرة ناشفة. ننزل بقى الكلام ده كده كله بشوية زيت. وبعد كده شوية خل. حطينا بقى في البرطمان ونروح جايين عاملين ايه؟ واحدة واحدة كده عشان الدنيا تدخل في بعضيها. ننزل بقى ايه كده نرص الطبق بقى بتاعنا. ننزل الاول بشويه البطاطس وبعد كده ننزل بشويه البتنجان. شايفين بقى الصدقاء الحلوه دي؟ ننزل هنا كده في النص واخواتها ينزلوا جنب منها كده. هي خلاص خلصت. فاضل بقى ايه اهم حاجه في الموضوع شويه التتبيله العجب بقى دول كده ينزلوا كده. وده البتنجان اللي بالبطاطس اللي بالصدق. اكله بسيطه وسهله مكوناتها موجوده عندنا كلنا بس احنا عملناها بشكل كيوت النهارده. ده البتنجان بالبطاطس بالصدق اسكندراني عليهم تتبيله ريحه رهيبه. جربوها وهتعجبكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.